السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو بجيب لكم أنا كم يربح اليوتيوبر يعني من اليوتيوب بدون أن ألف أو أدور من نفس شاشة الجوال تبعي ومن القناة حقي. عندي فيديو له فيه مشاهدات كثيرة، يعني تقريبا 293 ألف مشاهدة، يعني قرابة 300 ألف مشاهدة. ندخل على التفاصيل. هنا المشاهدات يعني كانت في البداية ارتفعت فجأة، ولكنها مستمرة كما هو مبين في التخطيط. البعض يقول يعني كل بلد تختلف عن بلد. أنا المتابعين لهذا الفيديو من اليمن والجزائر والمغرب والسعودية والعراق، فما بالك في البعض يعني يكون مشاهداته من أماكن مختلفة وأرباحها أكثر. نصل للفقرة المهمة وهو الربح، يعني في هذا 293,117 دولار. طبعا لم أستلمها حتى الآن ولكنها موجودة، فهذا أقل القليل يعني من 300,000 المشاهدة، 120 دولارا تقول، لأنها تنقص الحين قليل والمبلغ ينقص قليل. فما بالك أحسب أنا طالع اليوم على مصطفى المومري وأبو فلة. شوف أبو فلة قبل 5 ساعات 1,100,000، هذا قبل أن أسجل الفيديو، فأحسب أنت على ذلك. شاهد يعني المومري فأغلب فيديوهاته تصل فوق 500,000 مشاهدة، وأنت أحسب يعني كم يربح اليوتيوبر. فأنا أنصح يعني اللي لديه القدرة أنه يقدر يدخل إلى اليوتيوب والسوشيال ميديا فليستمر ويدخل، أفضل بكثير من الشغل اللي تتعبه وسط الشمس والريح. لكن ما هو من البداية الربح هذا، أنت تبدأ سنتين حين يضيع من عمرك على الفاضي بعدين تنجح. على العموم حبيت أشارككم هذا الفيديو القصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.